السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير يسعدنا ويطيب لنا أن نجدد التحية بكم في برنامجكم برنامج الرئيس والذي يأتيكم مباشرة عبر استديوهات قناتكم قناة الريان الفضائية من هنا من ميدان الشحانية وبالقرب من ميدانها الذي اتسع للجميع في المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه وعلى مدى أسبوع كامل وثمانية أيام من التغطية المتواصلة في برنامجنا حيث قدم المحللين رؤاهم الفنية لواحد من أقوى مهرجانات هذا الموسم مهرجان سيدي الأمير الوالد هذا المهرجان الذي جاء ترجمة للتوجيهات الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه للحديث عن أبرز محطات ذلك المهرجان واستعدادات الهجن القطرية لقادم المواعيد الكبرى يسرنا أن يرافقنا في هذه الحلقة مجموعة من الأخوان المحللين والخبراء في هذا المجال وأبدأ بالتحية بفهد بن مبارك بن حباب الهاجري وأيضاً ضيفنا العزيز لهذه الليلة محسن بن محمد أبو صلعة وكذلك محمد بن سالم بن مال فهيد الهاجري وحمد بن علي بن جرحب المري ومبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة فحياهم الله جميع وسعيدين بمواجهكم الله, الله حبيب. حبيب. يا مرحبا مرحب. 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 نذكركم مشاهدينا الكرام بامكانيه التواصل معنا عبر وسم برنامج اندرسكور سكور الريس حيث نستقبل تغريداتكم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المشاركات بالتهاني للفائزين في مهرجان سيدي الامير الوالد تقديم رؤاكم لواقع المنافسات في قادم المهرجانات الكبرى وايضا مشاركاتكم بارائكم او مشاركتنا بآراءكم العزيزه اللي نفتخر دائما بها يا مرحبا يا ابو محمد وشرفتنا الليله الله يشرفنا الله, الله يطول عمرك سلمك ابو محمد عليكم عليك ومسي علي أخواني الموجودين المحللين والمشاهدين خلف الشاشات والله يرحب بك على فضل يا مرحبا يا مرحبا الله ايضا تحياتنا لابو سالم يا مرحبا يا ابو سالم تبقى يا ابو محمد احب امسي عليك وعلى اخواننا المتابعين ويشرفنا يا ابو محمد تواجدنا معك الله يحييك ابو سالم تابقيك. مهرجان سيد الامير الوالد عشنا من خلاله سبعه ايام متواصله جاءت الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي كي تشارككم يا قطر في هذا المهرجان العزيز منافسات طيبة ومهرجان جاء ليكون هو الأقوى حتى الآن في هذا الموسم صحيح أبو محمد أولا بهم جميع من لك الهجن من دول الخليج كافة ونقول مرحبا بهم والنومس للجميع اللي تنومسوا واللي ما تنومس لهم نقول إن شاء الله القادم أفضل والمهرجانات جاية والخير جاي واجتماعهم هذا اللهم لك الحمد هذا يعكس ان رياضتنا هذه اجتماع المحبه والموده فيها واللقاء بين الاخوان والحمد لله رب العالمين اجتماع على علوم طيبه يا ابو محمد. صحيح يمكن هذا ايضا احد الاهداف الكبيره التي تاتي من وراء اقامه مثل هذه المهرجانات تنميه التراث وايضا تعزيز العلاقات الاجتماعيه بين دول مجلس التعاون ابو محمد لا شك بان هذا المهرجان جاء في توقيت مميز، الهجن وصلت الى قمه جهوزيتها والدليل على ذلك التوقيتات الزمنيه صحيح. اللي سجلت في هذا المهرجان. طيب محمد مهرجان قوي بدايه قويه وعلى قولة واحد المحللين مسي عليهم بالخير يقول بدا كبير وانتهى كبير. صحيح فمهرجان غالي على قلوب الجميع، مهرجان من ناحيه التوقيتات اشواط الرموز الجوائز كان جدا يعني ما السنوات الماضيه ما كان صحيح المالك او المضمر يحلم بهالمستوى والحمد لله رب العالمين الله يطول عمارهم ما قصروا لا من تنظيم ولا من جوائز ولا من ترتيب كامل نعم ويكفي الجمعه اللحمه الخليجيه على قولتهم اللي نعم. جايك من الامارات ومن السعوديه ومن باقي دول الخليج ونهني الفايزين يستاهل واللي ما في المحظ ان شاء الله الخير جاي والمهرجانات جاي والختاميات جايه الحمد لله فالهم التوفيق ان شاء الله ابو أيه آه لا شك بان هذا المهرجان خرج بارقام للمره الاولى نشاهدها في ميدان الشحانيه ويمكن في كل ميادين الخليج رقم واحد التسهيلات اللي قامت بها اللجنه المنظمه لسباقات الهجن الحجر الخاص وجود وحدة لفحص البي سي آر عندنا في الشحانية تقليل كل العقبات هذه يمكن للمرة الأولى نشاهدها مع تعايشنا مع جائحة كورونا اللي نسأل الله إن شاء الله أن تنتهي نسأل الله أن يرفع الغمة عن المسلمين أجمعين آمين أبو محمد بداية نمسك عليك بالخير وعلى أخوان الحضور ومشاهدي الكرام ومهما تكلمنا عن أخواننا المسؤولين في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ما رحنا فيهم حقهم آه كلهم بكل الشكر والتقدير والاحترام على ما يبذلونه من تذليل الصعوبات لجميع المشاركين آه احنا كنا نعرف ان كان ما قبل آه انطلاق المهرجان ان جميع القادمين الى دولة قطر من الدول الحمراء المصنفه حسب التصنيف دول حمراء حجر فندقي ولكن اخواننا في اللجنه ما قصروا بيض الله وجههم آه، بناء على آه، الطلب وبناء على ما يرونه انه يخدم ملاك الهجن وتذليل الصعوبات آه، قاموا بس... ب... بفعلها من خلال آه، الت... الاتفاق مع وزاره الصحه بموضوع الحجر المنزلي في عزبهم في الريس من خلال كذلك وجود آه، سياره فحص للبي سي ار سواء للقادم الفحص بعد ما يوصل او حتى في وقت الخروج. الساحل. للمسافر يدللون الصعوبات بدال انك تروح طال عمرك وتفحص في, في المراكز الخاصه او المستشفيات الرسميه ووجدوا وجدوا عربه متنقله هنا في ميدان الشحانيه لفحص جميع سواء صح. اخواننا الخليجيين او العمال الخاصه بالاخوان هنا العمال الاسيويه والافريقيه من خلال الفحوصات اللي اعتقد انها بعد كذلك بدون بدون رسوم فنشكرهم <applause> جزيل الشكر ومهما تكلمنا ما رحنا فيهم حقهم واخواننا دائما هم يستمعون لطلبات الملاك ويدللون الصعوبات لجميع المشاركين فنقول بيض الله جيهم أه اليوم نعم يستاهلون أيضا أبو علي من الأشياء المميزة في هذا المهرجان واللي للمرة الأولى تقام في ميدان الشحانية ومثل ما وعدنا اخونا مبارك النعيم بانها ستستمر في مهرجان سيد الامير الله يحفظه وايضا في مهرجانات الموسم القادم الجوائز المليونيه للبكار مليون ونص من سن الحقائق الى الح الثنايا والحيل الشوط ال5 مليون والقعدان المليون ريال للمره الاولى تقام عندنا في ميدان الشحانيه. أيه. بدايه ابو محمد الحمد لله انك عودت علينا. نعم. <فتسوى> بكل أبو سالم وابو محمد وهم ثاني ربعك الاولين لكن زين انك تعود انت علينا بين ان الربع الليلة من <تصفح> <يع socks تصفح> اللي اللي الله يغليك <تصفح> محمد جدير بالذكر في في طاري الجوائز المليونيه رفع جوائز المراكز الاخرى صحيح المليونيه طبعا تعود دائما في المهرجانات نشوف جوائز تقدم مليون مليون ونص ثلاثة مليون ولكن رفع جائزه المركز الثاني والثالث لين المركز الخامس هذه لاول مره تقام في مهرجان الامير الوالد ومثل ما تفضل اخونا مبارك نعيمي أنا ان شاء الله بتستمر في مهرجان الامير وفي الموسم القادم. الدعم اللي مثل اللي نشوفه هذا من اللجنه المنظمه سباقات الهجن هذا طال عمرك يخلي راعي السبوق يجي. جيب راعي السبوق من اول شو يقول راعي السبوق؟ يقول انا والله يمكن مطيتي ما تاخذ الاول. جي ثاني جي ثالث ما ابغى بيها التسعير، لكن رفع الجوائز خلت راعي السبوق ياتي. لانه اذا ما خلت الاول اكيد بتحل وصيفه ثاني ولا ثالث وجائزتها طيبه. بالاضافه الى التسعير اللي حطها الشحنيه. الامور هذه كلها خلت شفناها وتكلمنا عن النقطه هذه من بدايه من قبل من إطلاق المهرجان. قلنا المهرجان هذا انه استقطب نوعيات لاول مره تتواجه في شوط واحد وهذا اللي شفناه وهي كانت السبب الرئيسي في حدوث التواقيت الزمنيه من سن الحقائق الى سن الحيل والزمون. يوم تجمعت النوعيات في 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 ميدان واحد في منافسه قويه حضر التوقيت الزمني صدقت نعم نعم مبارك يمكن شاهدنا في هذا المهرجان توقيتات زمنيه تسجلت افضل من التوقيتات اللي شاهدناها في المهرجان اللي سبق مهرجان سيدي الامير الوالد مهرجان المؤسس طيب الله ثراه هذا دليل بان ايضا قادم المهرجانات سيشهد تحطيم للارقام الزمنيه وايضا في ميدان الشحانيه في مهرجان سيدي سمو الامير محمد بخصوص التواقيت الزمنيه هذه لها عده عوامل. العامل الاول والرئيسي اللي هو جهوز الحلال ووصوله الى هذا المستوى لان الحلال اسمها تجهيزه تدريجي لين يوصل الغمه مثل ما شفنا في مهرجان سيد سمو الامير الوالد كان الحلال واصل غمه الجهوز شفنا توقيتات شفنا نهايه شفنا عروضات فلم تر الاخيره فهذا اللي ادى الى التوقيت الزمني العامل الثاني اللي هي الدوره مثل ما ذكر اخونا مبارك النعيمي مدير السباقات والانشطه قال الدوره الركض هذا افضل تربتها افضل من تربتها في مهرجان المؤسس لانهم مهرجان المؤسس كان اول مهرجان يصير في قطر مع التربه الجديده لكنهم شافوا الخلل وين في التوقيت الزمني يعني التوقيت كان الزمني كان مرتفع فشافوا خلل التوقيت الزمني فخفضوا من التربه لا هو اللي خفضوها واجد ولا زادوها خلوا التربة متساوية ممتازة ما تضر الذلول ولا تتعبها ولا تجدها يعني لا هي ضدها ولا هي بتخليها تيم التيم اللي يوجعها مم. فشفنا التوقيت الطيبة شفنا الحلال حتى في فيديو انتشر الحال بعد خط النهاية حال مستانس ما درب الركض ما شاء الله قبلة الحلال جهوز الحلال الأرضية ما الحلال هذا كله يعود لجهوز الحلال وللميدان نعم أبو سالم إذا تكلمنا عن مهرجان سيدي سمو الأمير اللي إن شاء الله بيكون بعد ختامي مهرجان المرموم اللي منتحدث عنه ومنتحدث أيضا عن إعدادات الهجرة الإلكترية هل من المتوقع أن نشهد تنافس على مستوى الأشواط العامة في مهرجان سيدي سمو الأمير أكبر وأعلى فنيا من ما رأيناه في مهرجان سيد الأمير الوالد والله يا أبو محمد أنا إن شاء الله أني أتوقع الشيء هذا راح يكون لأن الحلال بيكون في قوته وفي قوة جهوزه وبكون الحلال كله مهرجان سمو الامير ما كان ما راح يصادف اي مهرجان ثاني. صحيح. وراح يجتمع كل الحلال وقوه الحلال فيه. وبكون فيه تيمات وبكون فيه انا اتوقع اقوى من التيمات هذه اللي حصلت. ولكن هل صحيح بعد مسالم سالم ببقى معاك بان مع وجود الاشواط المفتوحه في مهرجان مثل مهرجان سيدي سمو الامير أو في ختامي مثل ختامي المرموم أو في ختامي مثل ختامي الوذبة هل صحيح بأن وهج الأشواط المفتوحة يغطي ويظلم الأشواط العامة؟ بلا شك مثل أشواط السيوف والرموز مو هو بنقول أنه يغطي نقول يعني يأخذ الإثارة تكون الإثارة أقوى من إثارة الأشواط الباقية لأنها تكون أول شيء مسك الختام وتكون أشواط المليونية والحماس وشوط السيف اللي هو ذروه السنام وبلا شك انه يكون يعني ما نقول انه يغطيها نقول تكون اثارته اقوى من اثاره الاشواط الباقيه. ايش رايك في الكلام هذا؟ ابو محمد ابو محسن ابو محمد ابو محمد أه كلام ابو سالم صحيح من ناحيه بعض الهجن يعني في كذا نوعيه من الهجن شفناها في اشواط الرموز مش في أتم جهوزها. وممكن منها المزروعة يعني أنا أعتقد أنك لو جهة محك حقيقي في أشواط الرموز كان اللي أشوف أن عاد عندها مخزون أكثر اللي هي المزروعة اللي هجن السيلية هجن السيلية نعم لجهة ثانية على السيف لا. ولكن أبو محمد هل في المهرجانات الكبيرة الختاميات الإثارة اللي أكيد. تتواجد في اشواط الشيوخ تغطي المزبط. على اشواط العامه صحيح صحيح اشواط آه الشيوخ آه يمكن احنا شاهدنا اشواط العامه في مهرجان المؤسس ومهرجان سمو الامير الوالد آه لكن ما شفنا آه اجتماع للمؤسسات على رموز على رموز مؤسسات مؤسسات سواء في الامارات او مؤسسه الشحانيه واكيد كل كل الجمهور والجماهير والملاك ينتظرون بشغف هذه المواجهه بما تحدث من إثارة وتيمات وتواقيت جيدة ولا نهمش بعد دور الأشواط العامة صحيح اللي أتحفتنا صراحة في الأشواط في أشواط الرموز أو أشواط السيارات يعني حتى بعض أشواط السيارات يمكن أنا أعتبرها الشوط رمز مصغر صحيح يعني لا لا تخطيط من ناحيه المضمرين اللي يدخل باكثر من مطيه يخطط الشوط وشفنا شعار ملك السيوف مسي بالخير في اشواط السيارات في الحيل شفنا فيه تخطيط حتى على مستوى اشواط السيارات ف مثل ما قلت ما ما يهمش اشواط الشيوخ والرموز ما تهمش بعد اشواط الشعب والعامه لان في سلالات وفي 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 مطايا حصلت على رموز وعلى سيوف صحيح. فمن الصعب ان نهمشها او إن... صحيح. او ناخذ من جانب واحد ولكن إذا تحدثنا عن هجن الشيوخ 90% أو أكثر حتى من هذه النسبة هي جاية من الأشوار ببب. العامة <applause> أبو مبارك أعتقد بأن جمهور سباقات الهجن يعيش من الآن لحظة ترقب للحظة إعلام بداية أول رمز في هجن الشيوخ ابو أه محمد أه بالنسبه ردا على سؤالك اللي سالته الاخوان أه على اساس أه يكون أه اخوان المشاهدين على أه رؤيه واضحه أه في هذا العام أه لم نرى تجمع المؤسسات أه الكبيره مؤسسات اصحاب السمو الشيوخ او الاشواط المفتوحه كما يطلق عليها عندنا في ميدان الشحانيه أه مثل ما يقال في اخواننا في ميادين الاخرى اشواط اصحاب السمو الشيوخ والسعاده لم نراها تجتمع كل الأقطاب في هذا الموسم أه. سوف نراها في ميدان المرموم التقا... لأول مرة الأول وهذا طال طيب عمرك اللقاء يعطي تركيز وشغف ومتابعة بكثف لهذه الأشواط من دون تقليل وتهميش لأشواط الأشواط المفتوحة اللي شفناهم يلتقون طيلة هذا الموسم في الميادين سواء ابتداء من مهرجان الطائف ومن ثم مهرجان المؤسس ومهرجان ولي العهد في في المرموم ومهرجان جائزه زايد الكبرى ومهرجان كذلك الكويت الوقت الحالي ومهرجان الصياهد فالتقت هذه المؤسسات الشعبيه كما يطلق عليها او اخواننا ابناء القبائل التقت عده امرار ولكن بالنسبه للحماس والحيويه والمتابعه بكثف راح تكون منذ انطلاقه مهرجان المرموم بدايه في ميدان المرموم في ختام دبي ومن ثم في على كاس او على سيف سيدي سمو الامير من خلال المشاركه في مهرجان سيدي سمو الامير لجميع الفئات راح يعطي اولويه صح. للمتابعه يعني من دون تقليل في شان الاشواط المفتوحه الاشواط العامه اللي هي اشواط ابناء القبائل. ولكن الجمهور متشوق فهد. جدا احنا كلنا كمتابعين ومحللين والشارع الرياضي بصفه عامه اه الان يتمنون انطلاقه بدايه المهرجان والتقاء هذه المؤسسات صح اه وبروز احنا طال طيب عمرك الان احنا كمحللين بكره ما راح نقدر نميز لك بكره لقيه في هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة أنها تكون البكرة هذه بتسيطر على راح تبرز أه نقول لك أه بكرة جديدة صح أه راح تلتقي الهجن الهجن اللي التقت العام في السنة اللي تلتقي السنة في سن الجداع أه تختلف الموازين فحتى أه أنت كمتابع بغض النظر يمكن على أشواط الثنايا والحيل لا يمكن فيها متابعة وفيها معروفة الهجن المسمية المسمية ولكن بالنسبة لفئة اللقاية وفئة الجذاع راح يكون في تقريبا وجود أسماء جدا مختلفة بالإضافة إلى الهجن اللي انتقلت هذا الموسم من أشواط أبناء القبائل إلى أشواط أصحاب السمو الشيوخ نعم أبو مبارك أبو علي عفوا لا شك أي الليلة ما الله <applause> 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 هذه الثانية ما الله يستر حمد نفس الكلام اللي قلته لابو مبارك بان الجمهور لا شك بانه يعيش لحظة ترقب واعتقد انه في يوم موعد انطلاقة شوط كأس اللقاية في ميدان المرموم سيكون كل اهل الهجم في حالة صمت وترقب لبداية انطلاقة ذلك الشوط المنتظر فعلا ابو محمد لو نحط مقارنة ما بين الفئتين فئة هجن الشيوخ وفئة هجن الجماعة هناك فرق هجن الجماعة من الصعب تلقى الجمهور مجتمعين على مطية واحدة إلا نادرة مثل مهندس المملوك لحمد راشد نغدير نوعيات نادرة تلقى الجمهور مترقبين ومتلهفين على شوف ولكن هجن الشيوخ تختلف هجن الشيوخ طال عمرك مؤسسات كبيرة كل مؤسسة لها جمهورها كل مؤسسة تملك نوعيات ممتازة المؤسسات هذه من غير ملكي ملكية النوعيات الممتازة هناك حصيلة مشتريات هناك وهناك تساؤلات عند الجمهور هل العام الماضي انتهى الموسم كانت هجن الرئاسة هي متصدرة المشهد بقوتها بمستواها كان العرب كلهم سوالف عن هجن الرئاسة هل هجن الرئاسة بتحافظ على مستواها وبتحافظ على محافظتها على القمة أو أو هناك كلام آخر لباقي المؤسسات المشاركة لو بنقارن هناك هجن الشحانية ما طلعت العام الماضي في الختاميات بالشيء بال الشيء اللي جمهورها يطمح لها او يرغب بمستوى الشحانية هجن الشحانية السنه هذه مستواها مختلف عن مستواها العام الماضي هناك استعداد قوي من ملاك من مضمرين هجن الشحانية هناك مستوى شفناه سواء كان في ميدان الشحانية ولا في الميادين الخارجيه سواء المملكه العربيه السعوديه ولا في ميدان مرموم في مهرجان ولي العهد شفنا هجن الشحانية تملك نوعيات ممتازه السؤال اللي طرحه قبل شوي هو السؤال اللي يعني محط اهتمام الناس الحين هل بنشوف نجمة جديدة في ميدان مرموم ومن مالك النجمة هذه هل بتكون هجنة الشحانية ونتمنى ذلك أو يكون شيء من المؤسسات الأخرى وقوة المشتريات السؤال الثاني بعد بيكون هناك هل النوعيات اللي برزت العام الماضي عند هجنة الرئاسة وهجنة الشحانية وهجنة العاصبة هل بنشوف القوة الهجن اللي شفناها العام الماضي تحت الرموز هل بتستمر في الانجازات ولا هناك اختلاف في المستويات وهناك تصدر مؤسسة جديدة ولا هجن جديدة الأمور هذه كلها اللي مش اللي بيبينها لنا بيبينها لنا ختام المرموم وبعدها على طول ختام الشحانية المهرجانين المؤسسة اللي تملك نوعية قوية إذا ما شاركت بالنوعية القوية في مهرجان المرموم لازم تشارك في مهرجان قرفه واذا ما شاركت واذا نوعيتها القويه هذه اللي ما طلعت مستواها في مهرجان المرموم لازم تعوض في في ختام ميدان الشحنيه. التساؤلات هذه كلها بتنكشف بعد ايام بسيطه صح, صح؟ اذا اسئله كثيره ابو حمد تتعلق باول مواجهه لهجن اصحاب السمو الشيوخ. اتكلم على اول مواجهه يمكن الهجن التقت في ميدان الرمحيه في جائزه الملك عبد العزيز على رموز ولكن الرئاسه لم تحضر في ذلك الموعد بسبب يمكن مشاركات كانت داخلية عندهم في ميدان الوثبة نتكلم على ختام المرموم هناك هجن الشحانية هجن الرئاسة هجن العاصفة هجن زعبيل هجن سيح السلم هجن أيضا الأمراء في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد أيضا هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف هجن المرقاب متواجدة هجن المرخية هجن الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني هجن الشيخ عبد العزيز بن حمد شيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني الله يقويه ويعطيه العافية وعزب أكثر من عزبة أقدر أتكلم عنها هل من المتوقع في كأس المفاجآت أن تكون هناك مفاجأة ويذهب الكأس غير هذه العزب الثلاث يمكن اللي دائما الكأس ما يطلع من بينها شحانية رئاسة عاصفة نعم أبو محمد هو المؤسسات الثلاث هذه الشحانية والعاصفة الرئاسة هي اللي مغذيه السوق هي اللي داعمه السوق لكن ما يستغرب ترى كل المؤسسات تشتري يعني المؤسسات الكبيره تشتري مؤسسات كذلك ثانيه تشتري جميع المؤسسات يعززون عزبهم بالسبق فكل اللي بيشاركن يعني في صحيح ان مستويات فارقه بين المؤسسات يعني مخزون الحلال اللي عندهم وكميه الحلال ونقوه الحلال لكن التوفيق عند الله يمكن يدخل واحد مطي وحده هو اللي ياخذ الكاس لكن الاجدر الشحانية والعاصمة والرئاسة وراح نشوف منافسة قوية وراح نشوف مهرجان قوي احنا شفنا مهرجانات مثل ما ذكرت محمد شفنا حلال رموز في الطايف حلال رموز هي مهرجان الصياهد التقوا مؤسسات الكبيرة في مهرجان ولي عهد دبي يعني في حلال معروف سبق في الاشواط معروف في بعض المؤسسات لها مسمى واحد في الحلال لكن العرب يعرفون المطيه هذه يعرفون سالتها ومن من مشريه من عنده. وبنشوف الحلال هذا اللي برز في بدايه الموسم. راح نشوف هل هو يقدر يحصد الكاس الشوط الاول سواء في المفتوح او في اشواط العمانيات. يعني راح نشوف اثاره. راح نشوف متعه في اشواط المفتوحه وما نقلل من متعه الاشواط العامه مثل ما اذكر اخواني، أشواط العامه مركضين في مهرجانات وفي حلال ماخذ رموز. وعندها سواء في في السن الجذاع ولا الثنايا ولا الحيل والزمول راح تجتمع نفس الشوط راح يعززون الملاك عزبهم بالحلال راح نشوف المركز الثاني والثالث راح نشوف حلال ماخذ السيارات في شوط الرموز يعني انا اقول متعه يعني حنا متعطشين لاشواط المفتوحه اشواط السمو اصحاب السمو،, السمو الشيوخ لكن انا اقول متعه موجوده في الاشواط المفتوحه والاشواط العامه حتى في الاشواط النقديه صحيح بو بو حمد يمكن هذه ميزه رياضة السباقات نعم في حتى في الاشواط لكن النقديه ايضا فيها متعه لكن نعم نتكلم على هل ستطغى الاثاره الاعلاميه اللي موجوده في هجن الشوخ على الاشواط العامه يمكن وضحت هذا الامر اي نعم وضحوا الاخوان بتطغى لانهم ما ما اجتمعوا في شوط رمز فالشوط الرمز له زخم اعلامي كبير لا هم اجتمعوا في رمز المؤسسات الكبيرة الثلاثة هم اجتمعوا, هم اجتمعوا لكن الرئاسة ما حضرت نتكلم عن المؤسسات كلها ايه يعني كلها نعم, ايه نعم زين مشاهدينا الكرام الهجن القطرية تستعد للمشاركة في ختام المرموم بعد أيام ولكن هناك بطولة حاليا تقام في ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه البطولة العشرون لسباقات الهجن العربية الأصيلة والتي تستضيفها دولة الكويت الحبيبة نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وأعتقد الهجرة القطرية أيضا من خلال اليومين الماضيين نجحت في الوصول إلى منصات التتويج من خلال شعارات مميزة أعتقد محمد أكثر من رمز ذهب إلى الملاك القطريين البريد رمزين وبمهيرة ابن ذروة خذ رمز وأيضا بن حسين رمز وبمهيرة وبمهيرة نعم ما شاء الله تبارك الرحمن كلمني عن حضور الهجرة القطرية في بطولة الكويت العشرين والله يا أبو محمد مثل ما اعتدنا على حضور الهجنة القطرية دائما حضورهم مشرف وهذا شيء طيب في جميع المحافل وما خلصوا من ركض سمو الأمير الوالد هنا ألا على حمل صوب الكويت هناك وأقول بيض الله وجيههم ولا قصروا وخذوا الرموز هناك والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله في الرموز القادمة لهم تواجد قوي بعد <applause> بو محمد بطولة الكويت لا شك انها بطولة مهمة ويحرص عليها الملاك القطريين منذ انطلاقتها قبل تقريبا 19 عام هذه النسخة العشرين كيف تجد بطولة الكويت وايضا مشاركة الملاك القطريين في هذه البطولة؟ مثل ما تفضل اخوي ابو سالم من ناحية الهجرة القطرية لا على مستوى الشيوخ ولا مستوى الشعب يشرفون ويمثلون خير تمثيل على المستويين المفتوح والعام. والهجرة القطريه سواء راحت الكويت أو أي دولة خليجية كلها بصمة فما يقصرون الأخوان إذا راحوا الكويت يظفرون برموز على مستوى مثل ما قلت لك على مستوى الشيوخ على مستوى الشعب ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وانه ان شاء الله ايضا ابو محمد نقطه مهمه جدا بان الهجره القطريه في السنوات الاخيره مع وجود البعارين الطيبة في محمية إنتاج أم الزبار أنعشت نعم. العزب القطرية من خلال النتائج الإيجابية اللي تسجل في مختلف الميادين أنا أشوف من أفضل, ما من أفضل ركاب الجزيرة عندك في أم الزبار من خير الركاب الإنتاج سلالات أه. نتائج ماضية لها مشرفة يعني أنت لك واطلب حظك وجود مثل ما يقولون نعم ركابت عز الله طيبه. صحيح. احنا فهد دائما يمكن نشير الى اه الزمول المتواجده في انتاج ام الزبار، ولكن ايضا على الجانب الاخر وجود اه مبادره انتاج ام الزبار باقامه المزاد الخيري ايضا انعشت بقيه العزم صحيح ليه صار عند سعد بعير ومكتفي اه ببعيره، عند فهد اكثر من بعير وهكذا، وبالتالي ايضا لها هدف اخر من خلال المزادات الخيريه. نتكلم على شيء ثاني ايضا وجود هذه البعارين ايضا حمس الناس بان يبحثوا عن سلالات مميزه مميزه ومنتجه أنا. ويشترونها من مالهم الخاص ومتواجده في عزب عزبهم يعني مثلا الحين اذا روحت مثلا من صوب ام العظام والسلميه وديك الديار بتلقى في كل عزبه عندها بعيرين على الاقل. صحيح. روحت هناك صوب العطوريه والجمليه بعد بتشوف بالمثل. وبالتالي في كل اليوم مناطق قطر وعزبها تشوف في كل عزبه بعيرين ولا ثلاثه ابشرك وعد وزياده طال عمرك ان اليوم الملاك القطريين صار لهم وجود في اشواط الانتاج على مستوى المشاركات صدق. الداخليه والخارجيه اكيد احنا شفنا المنتجين القطريين يتميزون ويظفرون باشواط الرموز المخصصه للانتاج من خلال المشاركات الخارجيه مثل ما شفنا العام الماضي مشاركتهم في ميدان المرموم اكثر من حظى برموز الانتاج هم الملاك القطريين صحيح. كذلك من خلال المشاركه عندنا في ميدان الشحانيه شفنا الانتاج القطري متميز الفضل ولي عهد بن قطامي نعم الفضل يرجع لرب العالمين ومن ثم لسيدي سمو الامير ودعم اهل قطر بالانتاج الطيب اليوم كذلك موضوع المزاد الخيري وجدت فيه ركاب ركاب منتجة طلعت وبعد سبحان الله العظيم بعد ما راحت لأصحابها طلعت بعد حشوانها أسباق ما شاء الله اللي عند إنتاجهم الزبار دعم للملاك القطريين كذلك المزاد خيري وإن شاء الله تروح في الأعمال الخيرية من خلال المشتريات كذلك طال عمرك العزاب اليوم الملاك القطريين يمتلكون ركاب طيبه وكما بعد طعمك مثل ما يريد عند ركاب سعاده محمد بن زايد الخيرين يجيب من اشهر الزمول والفحول ويفكها ويستفيدون منها المسلمين اخونا صالح بن قمره عبد الهادي بن نايفه غانم بن منصور اخواننا القطريين الاخرين ناصر المسند ناصر المسند ابو عبد الله المسيب الخير عبد الله العيده طال عمرك عنده بعد في انتاج ركاب طيبه الحريث وماتها فالركاب الطيبه اليوم طال عمرك موجوده عندها القطر كافه من مواطنين ومن اصحاب السمو الشيوخ ومن اصحاب المؤسسات الشعبيه كذلك اللي يمتلكون من خيره الركاب والله جزاهم خير الركاب كلها مسبلها له قطر نعم واللي يبي يعرف اكثر في مساله البعارين المنتجه والزمول ويتابع فيديوهاتها في حساب من انشط الحسابات على السوشيال ميديا اللي هو بنوك الانتاج وهذا الحساب باداره اخونا عقاب بن سالم الفاتوح نتمنى له التوفيق وندعوكم ايضا لمتابعه هذا الحساب لمعرفه اخر الاخبار حمد الظهرن الثالثه جات ليه بتغلط بعد؟ لا ماني مغلط ان شاء الله ما غلط عليكم ولا تغلطون علي لكن ماني مسولف انا وياكم بروح فاصل وبرجع لكم اذا مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين لكم حياكم الله مشاهدين الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل نتحدث عن المشاركة القطرية الحالية في بطولة الكويت العشرون لسباقات الهجن العربية الأصيلة وأيضا عن المشاركة القطرية المرتقبة كذلك سواء على المستوى الهجن الخاصة بأصحاب السمو السعادة الشيوخ وأيضا على مستوى أخواننا العامة اللي بيشاركون أيضا في الاشواط الخاصه بابناء القبائل هناك، نتمنى للجميع التوفيق. حمد اذا تحدثنا الان عن المشاركه الحاليه في بطوله الكويت، مثل ما تكلمت مع الاخوان قبل شوي بان الملاك القطريين يحرصون كل الحرص على كل المشاركات الخارجيه اللي تعزز من اواصر المحبه مع جيراننا الاعزاء، وبالتالي مشاركه الشعارات القطريه في بطوله الكويت منذ بدايتها متواصله والان شاركوا هناك وحتى الان النتائج اكثر من رائعه. وان شاء الله انها مستمره يا ابو محمد ان شاء, شاء الله المشاركه الالكترونيه في ميدان الشهيد مستمره دائما الملاك القطريين يحرصون على المشاركه في في دوله الكويت الشقيقه شفنا نوعيات من هجن الملاك الالكترونيين ما شاركت حتى عندنا في مهرجان الامير الوالد حاطينها لها خطه بمشاركتهم بسبب قرب المهرجانات كلها من بعض يعني قالوا خلنا مثل دوله قطر في في ميدان الشهيد وفعلا شفنا مشاركات مشاركات طيبه بعض الملاك الكتريين اللي هجنا ما طلعت بالمستوى المطلوب في المهرجان بطبيعه الحال مطية ما قدمت مستوى اكيد هناك اي خلل فني ولكن تكون رد المطي رد الركض على المطيه يكون رده زين على المطيه المطيه تتشارك في المهرجان اللي بعده وتقدم مستوى اللي راعيها يطمح له هذه بعد من ضمن خطط الملاك الكتريين بالإضافة الى ان في وقت ما بين مهرجان الكويت وما بين ختام المرموم هناك وقت ودائما بحكم معرفتنا للمشاركه في ميدان الكويت المشاركه في ميدان الكويت دائما تكون عاقبتها على الذلول الزينه ما يعني ما تاثر عليها التاثير القوي اللي يمكن يمكن تغيب المهرجان اللي بعده بالعكس دائما اللي دائما تشارك الكويت سواء حققت النتائج المرجوه منها او انها ما طلعت من مستوى تكون نتائجها في المهرجان اللي بعده دائما تكون من نتائج زينه نتمنى ان شاء الله التوفيق هجن الشحانيه بتشارك هناك ممثله الهجن الاشواط المفتوحه بالاضافه الى الى ام الزبار بعد راحوا لهم بهجن التحميل الهجن بيكون من صالحها مشاركتها بغض النظر عن النتيجه وش ما تسوي الهجن لكن الهجن هذه رايحه حسب خطه وضعت لها لتمثيل شعار هجن الشحانيه وانتاج ام الزبار خير تمثيل ان شاء الله في المهرجان القادم بالاضافه الى شفنا الاستعدادات اللي يعني اللجنه المنظمه للاسباقات اللجنه ما خلت الملاك على مشاركاتهم الخارجيه تقيم ان شاء الله المحل الثامن هذا السؤال التالي لمبارك اجل بخليه لمبارك مبارك إيه؟ لكن با... ما, ما... م... لكن في الفكرة انا بجي على لا... المحل لا أنا خليني بوجه السؤال من يوم خلقنا ما بعد وجهت السؤال بوجه السؤال ايه ابو حمد الحين هل تتوقع ان الملاك الاكثريين لا تخالفني باي سؤال يلا هل تتوقع ان الملاك الاكثريين هم كلهم بيشاركون في ميدان المرموم ولا هناك ملاك ينتظرون المشاركه في الميدان في المحل الجاي عشان يجمعون الجوائز هنا وربعهم رايحين يتغنمون برموز <applause> لا انا اتوقع يعني اللي بيشاركون هناك هم نفسهم اللي بيشاركون هنا يعني بيشاركون في المرموم هنا عندهم حلالهم عندهم حلال يروح يشارك حلالهم يشارك. يعني بيشاركو. بيشاركو. حلال هناك بيشارك وحلال بيشارك ايوه حلال <applause> بيشارك هنا في التنين وضحنا اكثر لنا يعني اكثر للساده المشاهدين للساده المشاهدين يعني كل كل عزبه فيها حلال مو بحلال مو كلها نسبه ومات رموز ومات سيارات عنده حلال بعد مستواه زين ولا ضلع ولا متاخر جهوزهن صحيح يبيهن مهرجان سيدي سمو الامير يودي حال اللي جاهز اللي معدي هنا او انه له انجازات وما كان ما المطلوب في ميدان الشحانيه مهرجان سيدي سمو الامير الوالد يوديه في ختام المرموم وهاجي منها ان شاء الله خير وباقي الحلال بيشاركه هنا في ميدان الشحانيه تجهيزا لمهرجان سيدي سمو الامير والله انا أبو حمد. انا انا الموضح اللي السؤال ما تفكر فيه اول شيء شيء شي ثاني هل تشوف ان المشاركه في ميدان الشحنيه افضل للهجن ولا التحميل والمشاركه في في مهرجان مثل مهرجان مرموم استعدادا لمهرجان الامير؟ السؤال ده عيرك ما يعطيك اياه سعد هذا السؤال ملعوب هذا انت لك نيه؟ عندي نوايا اول شيء الحلال الجاهز لا الافضل انها التحميل سواء باي سواء في ميدان المرموم ولا اي ميدان ثاني تحميل له والمشاركة افضل له كتجهيز الى المهرجان سيدي سمو الامير اما الحلال اللي حتى لو تحمله بتروح تركضه ما مع... يعني تدري انه مو بادي الاداء المطلوب لا اركضه هنا خله يجهز هنا في داره احسن له بتغنم. ان شاء الله. واصل ابو علي واصل بالاسئله وانا من ضمنهم واصل أوه. عندك عندك ارجع لابن دلهم وابو محمد حاول, نا... حاول تروح السؤال موجه لابو سالم ابو سالم هل تتوقع ان الهجن الهجنه القطريه على مستوى الاشواط العامه تحقق نتائج؟ افضل من نتائجها في مهرجان الامير الوالد؟ ان شاء الله احنا الظن فيهم طيب وان شاء الله انهم بيقدمون الافضل وان شاء الله انهم بيجون على الهقوه وفوق الهقوه. شو الفئه العمريه اللي تتوقع ان نتائج القطريه بتكون فيها افضل؟ انا اقول ان شاء الله انهم في السن الكبار. في المنطقه الكبار الثنايا والحين ان شاء الله. بيض الله وجهك نعطيه درجه عاليه. نعم إيه. ابو ابو, أبو أه محمد ايش توقعاتك لمشاركه هجن الشحانيه في ميدان المرمى وفي ظل متابعتك لمشاركاتها في ميدان الشحانيه وخارج ميدان الشحانيه نتائجها ان شاء الله نتمنى تكون ان شاء الله نتائج مشرفه تليق بالشعار وباسم المؤسسه هجن أه الشحانيه تمتلك نخبه وعينات أه نادره وكل شيء بتوفيق رب العالمين لكن ما شفناها في المحك الحقيقي مع المؤسسات الباقي على اساس نقدر نحكم عليها بالنسبه للمشاركات انا في في ميدان الشحانيه نشوف عينات طيبه وتواقيت ونتمنى لها ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله اذا شارك اخوانهم وشقاهم هناك ان شاء الله في 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 المرموم وشعار هجن الشحانيه لا يختلف عليها اثنين حصد الرموز والرموز والرموز واذا حصد مو بغريب عليه مو بغريب عليه مو بغريب عليه. بس ابو محمد بالنسبه لهجن الشحانيه على ما ذكر اخوي ابو علي هجن الشحانيه شفناها ركضت مهرجان ولي عهد دبي فعينات وكان حضورها جدا قوي من سن اللقايه حتى السن الكبير شفنا سن اللقايه نافست سواء هجن تاجم الزبار او اخذت الاشواط الرئيسيه الفتره الصباحيه وكذلك الفتره المسائيه عده نقاط سن الجذاع اخذت الاشواط الرئيسيه مثل المسائيه هجن الشحانيه في سن الثنايا كذلك اخذوا اشواط ونافسه في سن الحيل حصلوا وصيف على الشوط الاول مفتوح وحصلوا على ثالث او ثاني افضل توقيت في الفتره المسائيه كلها فما راح تبثغ هجن الشحانيه مهرجان في مهرجان سمو ولي العهد لكن في الختامي كل مؤسسة بتروح بكامل قواها صحيح أشواط الرموز النزول بثقلها نعم النزول النزول بثقلها وأتوقع أن هذه الشحانية بيكون لها نصيب إن شاء الله قوي في هذه أشواط الرموز إن شاء الله إن أر... شاء الله واصل أواصل بس تدري طبعا جاي الحين ما عاد بي مبارك يوجه وجهتها ما السؤال ما للحين ما يلا عندك أبو مبارك أبو مبارك السؤال لك يا أبو مبارك هلا والله أبو مبارك هل تعتقد أنه بيستمر غياب حصول الهجن القطرية في الأشواط العامة أشواط الرموز في السن الكبير مثل ما قاب في مهرجان الأمير الوالد أو هناك ردة فعل الملاك القطريين حضور أقوى وحضور أقوى في مهرجان ختام المرموز في ظل وجود الدعم من ملاك هذا الهجن هذول هذه الشعارات لا تغيب سواء شعار ناصر المسند او شعار غانم منصور او شعار طال عمرك عبد الله العيد اللي سمعنا انه ما عنده مشاركه في ميدان المرموم شعار حمد بن غانم الهديفي الشعارات هذه دائما يكون لها تواجد وجميع الملاك القطريين متواجدين فنتمنى طعمكم نشوفهم بالصوره المطلوبه واتوقع أن يكون لهم نصيب الاسد من خلال المشاركه في الرموز في مهرجان المرموم. الله كريم. بيض الله وجهك وسؤال انا اوجهه لك انت نعم الله يستر عندك اياه انت طال عمرك وجهت طال عمرك السؤال المبارك ان آه الملاك القطريين بيكون مشاركتهم خل عينك في عيني خل عينك في عيني والله ما بعطيكم الملاك القطريين بيكون لهم مشاركه خارجيه آه انا اوجه لك السؤال يا ابو <applause> علي بحكم <applause> انك مالك الهجن في فئه الصغار <applause> وفئه الكبار <تصفيق> <تصفيق> وين بتكون مشاركتك آه خارجيا؟ انا طعمك عمرك بلعب على الحبلين بشارك داخليا وخارجيا اي عودنا بشارك داخليا داخليا ليش ما تحط قواك وثقلك في المشاركه الخارجيه؟ انا ان شاء الله بروح بشارك النوعيه اللي عندي اللي انا اشوفها مستعده بتشارك خارجيا مو بنا الحالي كل ما هو رجال عنده مطيه متحركه والنوعية النوعيه المذخوره من المهرجانات بنركضها هنا عجل عجلة أنا ازيدك ان طعمك ما يغزي الرجال الا طال عمرك عنده سلاح والمطيه الحليوه خليها تقعد تشارك هنا المطيه السبوق والمطيه السبوق بغزي بها الرجال هذه نصيحه بيض الله وجهك نعم ولكن ابو مبارك ما يعني هذا ان كل الهجن اللي بتشارك حليوات في بعض الهجن علي عليها, عليها انا اقول لك انت كمالك عزبه اي صحيح كمالك عزبه وبعضهم طعمك بيقول لك لا انا بدخل ذلولي المهرجان سيدي سمو الامير صح ما نمودي هذا الحين وبعضها عليها قل جهوز اكيد وبعض على وبعضها طعمك انا اتكلم كمالك بقى عزبه, بقى عزبة عندنا نوعيات طيبه صح بيوزع طعمك طاقات العزبه سواء المشاركه الخارجية الخارجيه والمشاركه الداخليه انت يا سعد اليوم رجال بتروح تشارك في ميدان في ختامي في محتفل تودي مطيه عاديه ابدا ما لا انت, مت... انت مودي مطيه مودي المطيه سبق المطيه اللي انت تشوفها مستواها مو قادر ينافس ولا داخل تقعد هنا مشاركه في المحل محمد بحكم تقييمي للاسئله اللي كنت اطرحها ويطرحها ابو مبارك انا اعتقد مبارك ما يصلح مقدم برنامج من غير فيه ودك انه يكون محلل ويكون محلل بحدود معينه زين انت باقي لك سؤال لي ما سالتني اياه اسالك اياه اياه هاته محمد يا محمد, محمد لازم ادور لك سؤال جديد عاود عاود مشكله مشكله ما يزد عليك زين مبارك اذا تكلمنا على السباق المحلي هذا متى بيكون و... ولكل الفئات العمريه صحيح؟ صحيح من الحقائق للحين والزمان السباق المحلي القادم راح يكون تقريبا 22 2 اسبوع الصغار اسبوع الكبار على ما اعتقد انه في تاريخ 27 27 يعني بيكون أو اسبوع للصغار واسبوع الكبار مثل ما جرت العاده في السباقات المحليه نعم. إذا, اذا ما تغير شيء يمكن في تغيير في اللجنه او تاخير اشواط او تقديم اشواط يمكن بكره وبعد بكره بيظهر خبر من اللجنه مه. عن تمهيد القادم باذن الله نعم دائما الختاميات محمد لها نكهه حتى لو ما كنت مشارك في هذه المهرجان بمطيه ولكن نشوف كثير من الملاك يحرص يواجه اخوياه ويسير عليهم واليوم العشاء في عزبه فلان وبكره الغداء عند فلان فايضا هذا الموضوع مثل ما اشرت له في بدايه كلامك بان الابعاد الاجتماعيه وراء اقامه مثل هذه المهرجانات هي ما يصبو اليها المسؤول ويطمح بتوجيهه لاقامه المهرجانات. بلا شك يا ابو محمد هذا ملتقى احبه. وملتغى اخوان وملتغى زيارات خاصة ملاك الهجن و... واللي بينك وبينهم علاقات واخواننا اللي مبطين منهم نجتمع معهم ونحضر ونحضر المهرجان، المهرجان هذا له طابع خاص على كل مالك هجن كل مالك هجن تعتريه هذه الهواية ويهتم في هذه الهواية يحب يحضر المهرجانات هذه حتى لو ما كان مشارك يعني حتى بالحضور ويشاركهم بالحضور ويحضر ويتابع ويشوف لانها تكون متعة ل... ل... المالك الهجن واللي عنده هوايه في الهجن مع تخللها بزيارات الزياره بين الاصدقاء والاخوان والاجتماعات يكون مجتمع هجن يكون كامل هذا المهرجان كامل يكون ملتقى حبه وحضور الهجن والتحام الشعرات مع بعضها ويكون حتى نقاشات في المجالس كلها عن الهجن وعن الكلام في الهجن وعن ناقة فلان وعن ناقة فلان أنجزت وناقة فلان سوت وش ترشحون بكرة وش يعني يكون في طابع اثاره على 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 ملاك البل وملاك الهجن وملاك لكلهم موجودين وحاضرين مع مم. زياراتهم لاخوانهم اللي هناك نعم ابو مبارك محمد بن حمد بن مدحوس أه آل بريد المري يسلم عليكم كلكم ماشي وعليك ماشي ابو صلعه وعلى ابو سالم على الربع كلهم يا يا ويقول اتمنى ان اللجنه تنظر في موضوع الست ساعات لان اليوم في موضوع دخل في التريله وحتى ان كلمنا بعض الناس ما قصروا معاه لكن يقول في مسألة ست ساعات يقول هذا لو اللجنة تنظر فيها مع المختصين يعني راعي الترى يدخل يتم ست ساعات يعطونا مهلة ولازم يطلع قبل انقضاء الست ساعات شوف أه الأمر هذا طال عمرك أه أمر طال عمرك أه نقول أه خاص بوزارة الصحة الجهة المعنية على الأمور هذا في ظل الظروف الراهنة وظروف أه فيروس كورونا اللي نتمنى إن شاء الله أن الله يشيل الوباء عن عنا وعن المسلمين أجمعين ولكن طعمك هم بعد كذلك ما يقصرون هي صح فرضت عليهم ست ساعات بناء على التواصل مع الجهات المعنية والجهات المسؤولة عن هذا الموضوع ولكن الجماعة متعاونين بعد الحدود ومن طال عمرك إلى الأخوان المعنيين في اللجنة يتم مخاطبة الأخوان في وزارة الصحة بمثل هذا الأمر وان شاء الله نقول ان شاء الله مع مهرجان سيدي سمو الامير ابو أه ختامي سيدي سمو الامير ان شاء الله الافه دي قد انتهت تفرج. وتتسهل الامور كلها ان شاء الله. بس في نقطه لا. توضيحيه ابو محمد النقطه اللي تكلم عنها اخونا بريدي في بعض السيارات تجي تحمل مطايا او تجي تنزل مطايا يعطونها ست ساعات ولكن في بعض السيارات لما يجيب لي مطايا انا كمالك يجيب لي مطايا اليوم بنزلها عندي الساعه 12 ولا الساعه 1 الظهر بحمل لي انا مطايا بكره في نفس السياره بكره. الساعة أربعة ولا الساعة خمس بنفس السيارة برجع هنا الحالة هذه يكون راعي الهجن لازم يكون في ظل الإجراءات هذه لازم يغير السيارة يعني بدل ما أرجع في نفس السيارة بحمل بجيب لي سيارة ثانية ولا بتعاقد مع راعي سيارة ثانية <applause> يواجهون فيها تحدي شوي ملاك السيارات وهل الهجن يواجهون فيها تحدي بالإضافة في نقطة ثانية أبو محمد إحنا تكلمنا عن المراكز الحين الإخوان الخليجيين اللي جاوا طبعا بحكم الاجراءات المتبعه ان العامل يربط باسم الكفيل لكن بعض المرات الكبير يبي يطلع يبي يروح لبلاده وراعي هجنه موجود عنده هجنه موجود يعني هو رايح عنده بيروح له يوم ولا يومين وبيات هذا بن مية تكلم فيها وقال لي تكلم فيها هذا اكثر من شخص تكلم فيها لكن هم عندهم مشكله ولكن يبغون الاجراءات هذه بدل ما تكون مربوطه في المراكز على الاقل هنا هنا مركز مركز دخان يخلصون اجراءاتهم قبل ما يطلعوا اذا بيحول يعني اذا في هناك مرونه يتم تحويل او ربط العامل بشخص اخر اخوه ولا ابن عمه ولا حد يعني بنفس جنسيته اذا كان اماراتي اماراتي اذا كان سعودي سعودي او ايش ما كانت جنسيته يعني يبغون الاجراءات شوي تكون في مركز خان على الاقل قريب منهم قريب عشان لان العرب يواجهون مشكله في في في, في المنفذ يعني ما يطلع الرجال الا ما يطلع الا بعامله وإذا يعني ما يصير اطلع وعاملي موجود ما يصير يطلع يعني. وهم الحين الحاله هذه العرب الحين حتى احنا لو احنا مكان مكان مثلهم الحين العرب اكثر العرب اركض في في مهرجان الامير الوالد وما راح ليش؟ مهرجان الامير مهرجان ولي عهد مهرجان ختام دبي على الابواب ويبغون يخلون مطاياهم الايام هذه في الشحانيه وبينقلونها ل صحيح ولكن هم بانفسهم بيروحون اللي عندها اشغال زين, زين زين سؤال هذه وصلت وجهه النظر سؤال محمد حمد الحين اذا فيه رجال مثلا موجود بيكون موجود في الشحانيه هو عامله يوديه مع حجنه لا عادي ما يردون ما يردون لا ما يردون اذا آه. قدر اذا قدر رايح العام رايح البلاده ما يرد آه. لكن التحدي وش هو؟ التحدي إن التحدي كيف... انه ياخذ عامله آه. واذا اخذ عامله ايش بيسوي؟ بيرجع, آه. بيرجع آه. حد عنده حلال بيرجع على المواطن على المواطن آه. يقتري على اللي, يعني اللي بيرجع عليه بياخذ منه عامله والعرب ما هم ما حد متردي في رفيقه صحيح يعني بدي علي انه ما يكون العامل مربوط مع الكفيل آه. انه ما يطلع مع الكفيل يكون عنده ظرف ولا شيء من الامور ولا حلاله هنا اللي بيروح فما يظهر الا بالعامل معه. صح وممكن يصير عنده ظرف اثناء أوه. اثناء وقت المهرجان يصير يعني عنده ظرف في بلاده ويضطر الرب. للمغادره. الربط ما عندنا مشكله فيه بس, بس يكون في طال المعنيين او المسؤولين في وزاره الداخليه اداره الهجره والجوازات بالاحرى رابطين طال عمرك الخروج اذا كان طال عمرك فهد بيروح والعمال موجودين يقدر يحولهم باسم اخوه ناصر او راشد. بس لازم يكون الموجو... العمليه تكون في المقر الرئيسي. أوه. في وجود مراكز الخدمات المتواجده في انحاء الدوله نطالب من المسؤولين او المعنيين ان طال طيب يسهلون العمليه هذه على الاخوان المشاركين سواء في مركز خدمات الشحانيه الخاص باداره الجوازات بوضع الفورمه هذه او ورقه اني يعني اخلي طعمك اخوي هو المسؤول او المعني عن عن العامل هذا الموجود صحيح نعم طالب بالتسهيل في هذه نعم مثل ما قلنا اجراء التسهيل نعم. زين محمد بن يقول واذا هرب العامل وش يسوي اذا هرب العامل يبلغ عليه ياخذ ورقه وما بلاغ هروب مشكلة. ها نعم بلاغ هروب يعطونك الجوازات ورقه بن بريك العرب العرب ترد نصيب وهذا بعد بيرد نصيبه زياده هروب العيال الموضوع هذا مر علينا احنا ساعد كذلك في حال سفرنا ومشاركاتنا الخارجيه رحنا بعمالتنا معنا طال عمرك وبعض العماله طال عمرك توكل الله وقدمنا عليه البلاغات هذه وطلعنا ونشكر طلب وزارة بالاوراق اوراق البلاغات الهروب وسجلنا عليه حتى كذلك في منع, في منع منع في قطر بعد ما رجعنا الى مم. ارض الوطن وجوازه عنده ولا لا لا الجوازات احنا سلمناها الجهه المعنيه الجهه المعنيه هناك عندهم في وزاره الداخليه هناك oh. ترى <applause> وزاره الداخليه على جهودهم المبذوله يستاهلون لانها حصل بعض السيارات هنا اللي جاوا قالوا لهم ست ساعات ان بعضهم اللي حصل عن سيارته عطل واللي صار عليه بعض الامور الاشكاليه تواصلوا معاهم سهلوا لهم كل الامور الله يبيض وجهك الله ربنا ما يقصر ما والله يحترق. ما قصروا ما, ما قصر الاخوه المعنيين دائما المسؤولين متعاونين الى بعد الحدود الله يجزاهم آه. والله العظيم اللي كلمتهم ردوا عليه ما يقصروا وقلت لهم طال عمرك ووضحت لهم الامر ما تقدر من عندهم الا بيض الله بيض الله سواء اللجنه او الاخوان في لجنه اداره الازمات او في وزاره الصحه وفي كل مكان او اداره المنافذ كذلك شهادتنا فيهم مجروحه صحيح لكن اللي اللي حابين نسمعهم اياهم رده فعل هاللجنة ونقلها لهم فهد نقل حمد نقلها في لهم والله يقولون والله يا تنظيم وتسهيل واجراءات واستقبال وكل علم طيب نحن حيناه في قطر الحمد لله وهذا مو غريب على ربعنا ربعنا مجروح حتى لو نمدحهم صحيح لكن أه. انت نوم بالطاري اللي نسمعه من العرب اذا شفناهم يثنون على رجال اللجنه اللي يقفون امامهم بخدمتهم سواء رجال الامن سواء رجال الصحه في كل مكان جمارك على جميع الجهود هذا شيء طيب هذا شيء نومسنا احنا كربعهم وهم اللي عليهم التعب وعليهم وعلي اللجنه يعني هذه حنا كل غير المطقة. مستغرب منها احنا نشوف من اول مهرج من اول التمهيديات لين الختاميات وهم على على قدم وساق لكن صدق. في المهرجان سيدي سمي الامير الوالد فريد من نوعه صح انا انا شفت. قلت مبارك قبل شوي ترى اشياء تصير للمره الاولى نعم. عندنا. اشياء واجد صحيح. انت ما ذكرتها محمد بعد في المهرجان هذا غير رفع الجوائز وغير تسهيلات وغير كل شيء، اللي هي بصمه العين، انا كلموني ناس من الامارات ومن السعوديه صحيح يبون يتثقفون اكثر عن بصمه العين صحيح وقالوا هذه بصمه العين اذا طبقوها عندكم ضروري يطبقونها عندنا، لان يعني اذا طبقوها عندنا هناك في دول الخليج راح نرتاح يعني من الشرايح ولعبه الشرايح ونقل الشرايح والمطيه الواحده الحين فيها ست سبع شرايح صح وحتى قاعده البيانات اعتقد مبارك ممكن حمد يشاركنا صحيح. قاعده البيانات ممكن تكون مشتركه نقلها سهل مع كل الاتحادات واللجان الخليجيه يفتكون محمد من البرنتات يفتكون من الترصيص الحين في ناس يبون يروحون يركضون مثلا انا صارت معي المشكله هذه يبي يروح يركض في السعوديه قال لازم ترصيص في السعوديه تعال رصص وعود مره ثانيه تكلفه على المشارك الحلال يروح يرصص ويعود مره ثانيه عقب يروح مره ثانيه يركب لكن اذا كان بصمه العين موجوده ومعتمده في دول الخليج كلها راح تسهل على المشاركين راح ترتاح المطية من ذات الشرايح اللي في رقبتها يمكن حول سبع ولا ست شرايح فيها فنقلها هذه نوعية للهجن للهجن بعد في تطور ما دام الهجن تطور احنا نتطور معها في نعم الشحانية نعم اذا مشاهدينا الكرام خلونا نروح معاكم الى فاصل قصير نعود من بعده لمواصلة هذه الحلقة من برنامجكم برنامج الرئيس حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل القصير لنواصل معكم هذه الساعة والنصف من الزمن لنتحدث عن اخر الاخبار في هذه الرياضة، ورد تنويه من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن يتعلق بترصيص الهجن، حيث تنوه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن للساده ملاك الهجن الراغبين في ترصيص الهجن الخاصة بهم، بأن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سوف تقوم بترصيص الهجن رقم اثنين تثبيت الهجن العمانيات وذلك يوم الاثنين غدا الموافق للسابع من فبراير لعام 2022 بالفتره الصباحيه اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا وذلك بالمكان المخصص لترصيص الهجن عند نهاية ميدان الستة كيلومترات بداخل مبنى استلام العينات. هام لن يسمح بترصيص الهجن بدون إيصال سداد الرسوم مسبقا وسوف ترصص المطية بنفس الاسم الموجود في إيصال السداد ولن يسمح بتبديل أو استبدال الإيصالات بعد سداد الرسوم علما بأن سداد الرسوم عن طريق بطاقة البنك بطاقة الصراف الآلي الـ ATM فقط ولن يتم استلام مبالغ نقدية هذا هو التنويه الذي جاءنا من اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، فهد واضح هذا التنويه ترصيص الهجن وايضا تثبيت الهجن العمانيات بكره من سبع الى او من 6 الى 7 ساعه واحده. احنا من هذا المنبر نشكر الاخوان في اللجنه المنظمه لسباقات الهجن على اتاحه الفرصه بشكل مستمر ووجود طال عمرك تثبيت وترصيص الهجن ما بين فتره وفتره. من اجل مشاركات سواء في المحليات الموجوده او حتى في المهرجانات الرئيسيه مثل ما ورد في هذا الاعلان اعلان واضح وصريح تعال يا مالك الهجين راح سدد رسومك جيب صارك بعد ذلك تسوق مطيتك الى الاخوان داخل حوطه التثبيت والتشبيه والترصيص من خلال طال عمرك الاعضاء اللجنه التشبيه يعتمدون لك نوع المطيه وسنها وكذلك اضافه الشريحه فيها وتسجيلها في قائمه المشاركين. نعم ايضا تثبيت الهجن العمانيات. يعني. صحيح مم. انا قلت لك تثبيت صحيح و... نعم. البصمه العين ابو محمد يمكن ابتكار او فكره من اخونا حمد بن علي بن جرحب ولاقة استحسان ملاك الهجن طورت عن طريق الدكتور المهندس علي الراشد وتم تطبيقها للمره الاولى في مهرجان سيدي الامير الوالد ومثل ما قال مبارك قبل ما نروح الفاصل بان صحيح. هناك ثناء واتصالات واستفسارات حول آلية بصمة العين وكذا، اعتقد بان هذا الموضوع بيخدمكم كثير يا اهل الهجن في مسألة صحيح. تلاعب بالشرائح نعم. او غيرها من الامور. اللي انوه عليه محمد دائما اللجنة والمدينة التحدي خاصة من تطور في تطور. صحيح. يعني لو بتلاحظ السنوات السابقة يعني ما يستمرون على تطور واحد لا يعني كل يوم او كل عام يكون من افضل الى افضل مشكورين عليه مثل ما تفضل اخوي مبارك من ناحيه بصمه العين هذا تاخذ كم من المعلومات وتريحك من الشرايح يعني مثل ما قال المطيه في رقبتها ست سبع شرايح خلاص بصمه العين تعطيك كل البيانات وتريح الملاك لا في التحميل ولا في في انتقال ملكيات فبصمه العين آه يعني مريحه جدا للملاك ولل ال ال مثل ما يقولون اللي هو انتقال الملكيات من شخص الى شخص، الشيء الثاني اللي بعد ما عاد يكون في تلاعب صح يعني من ناحيه السن ومن من ناحيه, ناحية السن، من ناحيه ال النوع من ناحية نوع من ناحيه السلالات، من ناحيه امور كثيره، صحيح. يعني بتريح بتريح يعني 99 انا اشوف 99 بالميه بتكون راح للمشاركين. وتحدث نقل نوعيه في عالم السباقات نعم. انت بتريح اللجنه في التحضير ابو محمد بدل ما يضرب الجهاز رقم الشريحه ويأخذ رقم الشريحه ويكون عليه في الجهاز من يضرب يحطها على عين المطيه بيّن لك البيانات كلها صحيح, صحيح. حتى المسؤولين المسؤولين القائمين على هالموضوع هال... ب... بيريحهم. مه. نعم. ابو سالم رايك في هذه الفكره و طبقت في مهرجان سيدي الامير الوالد على اشواط إنتاج قطر، أشواط الدي إن إي، وكانت أيضاً تجربة ناجحة وفي المهرجان سيدي سمو الأمير الله يحفظه ستطبق بشكل أكبر وأوسع. أولاً نشكر صاحب الفكرة على هذه الفكرة اللي هو علي. الشيء الثاني نشكر اللجنة على تطبيقهم بالفكرة الناجحة المعروضة عليهم واللي نالت استحسان ونجاح في الشارع الرياضي كامل لملاك الهجن لأنها تخدم أه أه يعني تخدم هالهجن كافة أولا تمنع التلاعب اللي صاير في الشرايح من نقل شريحة في شريحة أه الأشياء الثانية السن ما عاد فيه نقل سن الشيء الثاني جميع بيانات الذلول هذه اللي بتركض يكون في العين يعني ما عاد ما عاد لهم اي مجال في جميع الاشياء التلاعب اللي يكون في الشرائح او الشيء الثاني، الشيء الثاني هذه الفكره يعني تحسب حتى الميدان الشحانية اعتقد انه هو الميدان الهجن الوحيد اللي طبق هذه الفكره وبنجاح الحمد لله رب العالمين واشكرهم على نجاح هذه الفكره وتفاعل كله للهجن مع هذه الفكره ومشكورين عليها لاعطاء كل ذي حق حقه ان شاء الله ويكون نتمنى يعني من جميع الميادين الثانيه انها تطبق نفس الفكره هذه يعني تحذو حذو الفكره هذه وتطبقها وتكون حتى وسيله يعني مسهله لمن لك الهجن والهجن خلال مرورها من المنافذ او دخولها على على المراكيز في جميع دول الخليج. نعم، على طاري المنافذ في تغريده من اخونا حمد البريدي يقول مساء الخير يا ابو متلع وعلى الاخوان المتواجدين وياك. ابو متلع يا تتكلمون عن التاخير اللي يعاني منه هل الهجن في مركز ابو سمره، منك يا حمد الى الاخوان في اللجنه المنظمه لسباقات الهجن. وأيضا إلى الأخوان القائمين على اللجنة الدائمة للمنفذ البري مركز أبو سمرة بضرورة تسهيل الإجراءات على ملاك الهجن لأن مثل ما نعرف المطية نفس دم ولحم فوجودها في التريلة لساعات طويلة وتأخير هذا يضرها في المقام الأول وتعتبر هذه ثروة وطنية لكل أوطاننا الخليجية وبالتالي حنا مع الإجراءات اللي تتخذها او اللجنه الدائمه في مركز ابو سمره ولكن نطالب منهم ايضا بمساعدتنا احنا يا اهل الهجن وتذليل الصعوبه هذه اللي تواجه يمكن اهل الهجن في كل موسم منا حنا اخوانكم يا اهل الهجن للجنه وايضا للاخوه القائمين في مركز ابو سمره. حمد برجع الى موضوع البصمه موضوع البصمه تذكر حمد يمكن هذه الفكره كانت من اكثر من ست سنوات تقريبا تقريبا 2014 2014 لها الحين كم؟ سبع سنوات تقريبا, تقريباً سبع سنوات او ثمان سنوات ابو علي اعتقد مثل ما قال الدكتور علي الراشد في حلقه من الحلقات بان اليوم الجهاز متطور ولكن عشان. سيتطور في الايام القادمه اليوم المطيه يمكن لازم اقرب الجهاز من عينها بكره يمكن يكون في جهاز اشمل واوسع حتى مع مرور المطيه يمكن يلتقط البصمه الوراثيه للعين وتكون الامور اكثر سلاسه وما فيها تعقيدات لا على مالك المطيه ولا على المطيه نفسها ايضا. صحيح ابو محمد احنا بنتكلم عن بدايه الفكره. <applause> بدايه الفكره الله يسلمك كنا شغالين على مشروع الرئيس برنامج الريس اللي هو نظام التسجيل نظام المسبق. التسجيل الالكتروني التطبيقات الجواله اللي هو التواصل ما بين اللجنه وما بين ملاك اللجنه. وكنت انا مبارك أخونا مبارك نعيمي وكان يسولف علي من بعض الامور التحديات اللي تواجههم هم كلجنه وجاب لي سالفه في مطيه لمالك المطيه هذه جاتهم لقوا فيها سبع شرايح مع ان ذيك الايام كان فيه اتحاد كان فيه اتفاق بين الاتحادات ان يكون شريحه واحده معتمده يعني مطيه تشرحت في ميدان الشحنيه تكون معتمده في دول الخليج وكذلك اذا في اي اتحاد من الاتحادات الخليجيه تكون معتمده في قطر قال لي حمد تصدق ان في مطيه لقينا فيها سبع شرائح شريحه من الاتحاد الفلاني وشريحه من يعدد اتحاد... لي اسمها احنا كنا بانين البرنامج على الشريحه الالكترونيه. ولكن ما دام انه بيصير فيها تلاعب كنا لازم نشوف لنا حل على الاقل لو يكون يعني يقل من التلاعب شوي في في موضوع البرنامج نفسه. وطلعنا بفكره برنامج الريس وتواصلنا مع شركات خارجيه شركات امريكيه على مستوى وعندهم تحدي بالنسبه لهم وجاوهم طلع منهم وفد وجاء عندنا في قطر ويعني طلع حتى على قناه الريان تصور ولكن هناك تحديات واجهتهم في تنفيذ المشروع ولكن اخونا المهندس علي الراشد من الشباب القطريين ومن الكوادر اللي نفتخر بها كلنا كلنا كمجتمع قطري سعى وطور من الجهاز لحد ما شفناه وهذا ما راح يكون بنسخته الاخيره اكيد علي من الشباب النشيطين واكيد انه بيطور من هالجهاز هذا لين اول شيء بيكون في متناول الجميع بيكون كل مالك نفس ما كل مالك هجن عند الجهاز عند الراكب الالي يمكن يوصل يوم من الايام من كل واحد عنده الجهاز هذا بالاضافه الى سهوله التعامل معه سهوله التعامل مع المطيه في التحضير هم طبعا بيدرسون هالامور هذه كلها من الجوانب اللي تطور من هذا الجهاز واكيد نوصل يوم من الايام مثل ما قطر رائدة في في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عالم سباقات الهجن شكون إن شاء الله بتكون رائدة في في هذا المجال إن شاء الله وتطور من من الهجن كعادتها دائما إن شاء الله تقول لي عندك سؤال لي يوم عن الفاصل عندي سؤال بس مو بالسؤال اللي عنك له آه. ها سؤال غيرنا <applause> غيرنا رأينا لكن أتفهم غلط زين <applause> 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 سؤال يوم, يوم طلعنا الفاصل قال انا مجهز لك سؤال قنبله قلت ابو علي اذا اعطيتني السؤال القنبله برد لك السؤال يمكن دبل الدبل قال لي لا خلاص أدرس السؤال انت كذا الحين تبين للمشاهد اني اني غيرت رايي في الموضوع لا لا خلاص اجل كذبه لا 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 مو كذا تكره محمد اقول لك محمد بحكم معرفتك للمحللين طبعا لا احد ياثر عليك من الموجودين تفضل ابيك <applause> تجاوب بكل حياديه بحكم معرفتك للمحللين وشايف تنافسهم على الجائزه المقدمه من شركه برودكشن على اكثر نقاط وعلى الحصول على الجائزه نعم هل حمد بن جرحب يحمل اللقب السنة هذه مثل العام الماضي ولا هناك كلام اخر من بعض المحللين الله لا يقوله. نعم طبعا مثل ما تعرف ابو علي الشركة ما قصرت ويانا لازم في البداية نشكرها نعم اللي شركة بروتكشن للحماية للعازل الحراري للسيارات واخواننا الغاليين طالب بن محمد بن طالب بن عقيل وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في كل موسم يقدمون السيارة للمحللين سهل. المحلل اللي يحقق اكثر عدد من نقاط الترشيح من نقاط الترشيح الرموز طبعا يمكن في مهرجان المؤسس تصدرت انت حمد صحيح؟ صدرت نقطة. تصدرت بنقطة, صدرت بنقطة. في مهرجان سيد الامير الوالد بعد نهايته تصدر اخونا مشاري بن ناصر اليامي الله يضيق علينا شوي بس هذا دليل على ان كل مهرجان يتصدر فيه اسم ويمكن الاجابه تكون واضحه هذه 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 مشكور مخرجنا ما قصر طلع لنا اكيد على الترشيحات انا مشاري بن ناصر اليامي 48 نقطه حمد بن جرحب 47 نقطه غانم الهاجري 47 نقطه فهد بن حباب 47 نقطه اذا ثلاث محللين بفارق نقطه عن المتصدر فقط بس بعد ذلك ياتي سهيل بن غراب ب 45 نقطه بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ثم مبارك الشهواني ب 43 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المتصدر فهد المهندي ب 36 نقطة، حامد النعيمي 32 نقطة، راشد بن حارب السعدي أيضا ب 32 نقطة، ثم سالم السندوانه ب 29 نقطة. بس إذا شفنا خلوا خلوا اللقطة على الشاشة شوفوا في مهرجان المؤسس حقق مشاري 24 نقطة وفي مهرجان سيد الأمير الوالد أيضا 24 نقطة وهذا دليل على ثبات مشاري اليامي بنفس الرتم اللي حمد أي حمد اللي بن يرحب تصدرت ب 25 نقطة في مهرجان المؤسس ولكن بنقطتين خلف مشاري اليامي في مهرجان سيد الأمير الوالد أبو ذيب بعد مشاري اليامي بنقطة واحدة بس كعدد نقاط في مهرجان سيد الامير الوالد لا اللي تصدر في مهرجان سيد الامير الوالد مش مشاري حامد النعيمي حامد النعيمي 28 نقطه مع ان حامد النعيمي شوف لو تلاحظ في مهرجان المؤسس اربع نقاط فقط اربع نقاط فقط اعتقد ان حامد النعيمي بيكون قوي جدا لان هذه يسمونها الرده ها <applause> 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 محمد محمد نعم. يقول عبره الخواتيم نعم. شوف محمد انت انت ايش رايك بكلامي انا قلت في كل مهرجان تصدر محلل انا بقول لك بس لو ترجع لو ترجع المنافسه دائما يبدلوني ورد لكن مشاعري جاني في الامتار الاخيره نعم جاني قد في الخاتم نعم. هو اللي الاخيره عاد هريضه ولا لونها آه؟ عاد هريضه لا بس اقول لك المهرجان مين الوالد لو انا عاد لو شوط واحد كان بدلت زي زين. زين لكن الخوف من مهرجان سيدي سمو الامير في رموز مفتوحة ورموز عامة إيه كم نقطة؟ إيه هنا إيه إيه طعمك بتجي طعم كم نقاط؟ هنا بتجي النقاط الواجدة اي كم إيه كم نقطة تقريبا؟ إيه تقريبا طعمك على كل فئة تكلم طعمك على كل الفئة. فئة فئة اصحاب السمو الشيوخ عندهم ما عندهم اشواط ما عندهم اشواط انتاج عندهم طعمك أربع رموز العمانيات في اللقايا وفي الجذاع وفي الثنايا وفي الحيل يعني أربعة في أربعة 16 نقطة صحيح لكن 16 إيه رمز 16 رمز 16 رمز انت حسب كل رمز انت الفائز الاول ثلاث نقاط الثاني نقطتين أه. الثالث كل شوط ست نقاط أه. بالنسبه فيما يخص ابناء القبائل لا عندهم نقاط وايده عندهم في سن الحقائق اربع اشواط عندهم في سن اللقايه ستة اشواط الجذاع أه. ست اشواط ستة في أربعة أربعة وعشرين وعندك لا هناك أشواط هناك أشواط اي وعندك هناك ايه. عندك أربعة وعشرين في اللقاء في الل عندك في اللقاية وفي الجذاع المقاضي كلهم هم جايبينها، جبنا جايبين. نصها ولا نصها تكلمت أمريك. عن النقطه طعم بس ابو مبارك لكل لكل, لكل, لكل شوط ست نقاط، ثلاثة وثنتين وواحدة. يعني تقريبا نتكلم احنا على اكثر من 130 نقطه تقريبا تقريبا اي نعم نعم كم تتوقع فهد يجيب فيها؟ انا طال طيب عمرك سلم على حمد بن جرح بقولها اعلنها من الان نعم يعني السيارة ما راح ما راح يركبها حمد حمد ما يشم ممكن يركبها رايح معاك لا رايح ولا نعم من ربعه إيه؟ ما عليه لكن طعمك أن ياخذها ورابعها وربعه ما سجل باسمه اي لا لا ما هو بتم نعم حمد انت عند حمد انت نعم انت انت في رصيد انت في رصيدك موتر اي نعم فهذا اعتقد ما حقق سيارة لا ان شاء الله ابو مبارك بيبطي حط المجال ابو مبارك ان شاء الله ما حقق السيارة, بمبارك. بمبارك. السيارة هو سالم ابو مبارك انا طعمك العام ما كنت معهم اي نعم سمعت صح ولا جيت لكن طعمك في السنوات السابقه نعم لكن انا انا نعم. عندي سؤال يا يعني في السنوات السابقه عندي سؤال نعم آه اللهم لك الحمد يعني آه في كم آه مشاركه خارجيه <applause> تفوقت على الجميع <applause> الحمد لله مبارك ليس الفتى من قال كان ابي الخيل تبغي حاضر بحاضر يا ابو مبارك ابشر بسعدك ما خلان ما تبعد الميدان ميدان موجود لك لك انا قبل, الحلقه الاخيره الحلق كنت انت المتصدر لا, لا بس انت الحين متساوي معاه بالنقاط 47 47 انا عندي سؤال ابو محمد تفضل ما ادري الاخوان المحليين ملاحظين الملاحظه هذه والمشاهدين اكيد انهم ان شاء الله ملاحظين هم ما يلاحظون ما يلاحظونك ما جاوبت على سؤالي سؤالك وش الله يسلمك؟ ايه انا ترى أنا جاوبت ما عليك لا ما جاوبت على سؤالك أنا, انا جاوبتك. قلت هل, هل تتوقع ان حمد بيستمر بيتصدره والله جاوبتك على اللقب ولا هناك ترشيح عندك لاحد المحللين جاوب عليك انا جاوبتك زي ما المحلل يتوقع انا قلت لك سؤال. انا قلت لك اللي لاحظته إيه؟ ان في كل مهرجان اسم مختلف فاجابتي واضحه في اسم مختلف بيحقق زين عطني عطني نص ما اقدر اعطيك خليك مثل ابو <applause> ديب خليك سريع خليك <applause> سريع والله تبغى الصدق يا حمد اتمنى لكم كلكم التوفيق وانت ماضيك طيب يشفع لك في رصيدك سياره مبارك بن حمد انت في رصيدك سياره بعد انا و... دائما وصيف فهد المهندي فهد سالم فهد المهندي في رصيد السياره سالم مهندي. سالم السندماني في رصيد السياره انت وصيف مرتين يمكن اي نعم بس لو تلاحظ لو تلاحظ اكثر واحد تجي على المنافسه انا مرة بدلني شهير من غرام، مرة بدلني بو قان، يبدلون لكن لكن مشاري هو اللي فلت انا اتوقع السنة ابو مبارك ها؟ رشح مبارك ترشح فهد نعم هو له معاملة عند انت ما جيت ما جيت على خاطر الله يجزاك خير، طيبة ان شاء الله ما جيت على خاطر ابو علي الترشيحات هل صحيح ان يزعلون منها بعض الملاك؟ فهد مثل ما يتداول شوف يا ابو محمد بعض الملاك شوي حساس نوعا ولكن طعمك انت ترشح تبدي وجهه نظرك ربما تكون وجهه نظرك هذه طعمك صايبه او غير صايبه ربما طعمك الذلول هذه اللي انت تعرفها ما تظهر ما تكون في يومها صح بعض الاخوان عمرك احنا نتطرق المعظم حال الموجود صح ولكن احنا ما ندري من اللي بتسبق صح. وراعيها راعي الذلول صح. ما يدري مطيته هل هي بتسبق الصبح ولا ما هي بسابقه نعم وليس دفاعا عنكم كمحللين فهد يمكن انتم كمحللين مشاركين في اشواط مشاركين تجي هجمكم ما نرشحها رش... رش... احنا طبعا رحم الله امرئ على عرف, عرف قدر نفسه انت اليوم معك مطيه سبوق وتعرف انا سبوق شلون شلون ترشح عليها مطيتك طعمك اللي اقل منها مستوى مه. ومحمد وفي حال لنا ما رشحنا وخذ الرموز صح وحنا ما بالعكس بس ترى ما في احد يزعل هذه رياضه بس ترى مو بالعموم في أه؟ في بعض الناس تفهم لا في لا, لا انا اقول الكل اكثر المحللين يمشون على معطيات وعلى مؤشرات وعلى انجازات صحيح. هو اصلا ما في شيء شخصي بينه وبين المالك الناقه صحيح. اللي بيتحسس من وجهك فانا امشي انا كمحلل امشي على ماضي الناقه في في ال يعني في, في السنه الحاليه او في السنه مثلا يقول لك والله الثنيه هذه ثنيه العام ماخذه كاس م. طيب يمكن السنه هذه ما 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 حلف الحظ مو بشرط يمكن في المهرجان في بعض الناس مثلا حتى يتدخل في النوايا يعني لا. يصدر اتهامات الاتهام شو يقول ان هذا المحلل يتبع للشعار المعين انا 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 متابع اذا عن... احنا بنقعد نتبع كلام الناس واهواء الناس ما راح نخلص انا الأيو... انت اليوم تبدي وجهه نظرك <applause> واتمنى من الجميع يحترم وجهه نظري كما اني احترم وجهه نظر الاخرين ولكن انا ارشح اليوم بعد كذلك الان بعد نكون نشكر الاخوان الداعمين لبرنامج الريس ووضع الجائزه هذه للترشيحات انا اليوم برشح بعد ابغى مصلحتي انا كمحلل صح. انا في منافسه انا في منافسه بالنسبه لذلول مباركه وذلول حمد على العين والراس لكن طعمك انا اليوم بغض النظر عن اني اروح مع مباركة بمصلحة نفسي انا لو ادري المطيه هذه تسبق هذه انا بتسبق احقق وراها احقق معها نقاط صحيح وعندك وعلى سبيل المثال عندك شوط المهندس الله يبارك الراعي الكل اجمع المهندس هل معناته اني انا مهربعت. بيني وبين المشاركين الاخرين اي نوع من العداوه والحساسيه هذا بعير فرض نفسي على الساحه مه. ولو ما ظهر ما بيوم بعد في ذلك يعني اليوم مثلا نقول لك ما ظهر ما سبق وسبقه واحد أه؟ انتم ما رشحتوا رحتوا ترشحوا المهندس طيب صحيح. انت بعد انت بعد في الساحه الرياضيه تقول مهندس من اقوى الركاب صحيح. لكن هذه مطيه لحم ودم صحيح. يمكن تظهر صحيح. في يوم ما صحيح. يمكن ما تظهر في يوم يمكن يكون عليها خلل صحيح وبعدين لا يفكر اي صاحب ذلول او مالك من الهجن ان المحللين اذا حللوا ورشحوا هجن في شوط الرمز كل منهم رشح لذلول في شوط الرمز لا تاخذ الرمز ما يكون انه يفكر تفكيرهم مقللين في شان الحلال اللي مشارك معها بلا شك ان كل رجال مقدم له مطيه في الرمز بلا شك انها سابقه في شوط سياره بلا شك انها ناقه معروفه ولها ماضي وناقه سبوق ولها ماضي هذا ما, ما يقلل من شانها يعني لا يروح للمنحنى الثاني انهم يقللون من شانها او من شان الذلول مو بصحيح الكلام هذا محمد الناس ترشح على المطيه اللي مشاركه في الرمز احنا نرشحها على اخر اشتراك لها واخر هاي. اشتراكين إن ما نعرف خفايا العزب ما ادري وش هي كالاتي هي ما كالاتي هي مستانسه هي مستانسه عزبة مختله ناقه متبدله ما ندري احنا نرشح على صحيح معطيات ولو ندري ان المطيه هذه بتسبق اجمعنا عليها كلنا واضح احنا نقول بيض الله وجيهكم محللينا واللي الضيوف ايضا محسن محمد عمري. ابو صلعه بيض الله وجهك ابو محمد وشرفنا يا رب الله شرف لي سلامنا للوالد والعمان والاخوانك يبلغ الله كلهم الله يبلغ الله يطول عمرك ايضا ابو سالم سلامنا للوالد جعل يطول عمره و... والناصر وسعيد وباقي الربع كلهم وعمرك ما يقصر ابو محمد سلامنا لشيبانكم كلهم الله يسلمك ومبارك ونسال الله ان يرحم ابوك يا حمد وخيره الناس يا اهل الجنه الله يجزاك امين يا رب العالمين ويغفر له يا رب العالمين سلامنا للوالد يا ابو آه نشوفكم على خير مشاهدينا الكرام الشكر لكم انتم آه الاول والاخير وايضا الشكر من فريق العمل لكم وتقبلوا منه اجمل واطيب تحيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته